لا شك أن هؤلاء أيضا يستفيدون الوسائل، لكن من المستفيد الأكبر من تغييبي؟ قلت لكم قبل أسابيع لست مطمئنا على العقل المسلم، لست مطمئنا بالمرة حين أسمع الخطاب الذي يتغذى عليه هذا العقل المسلم. تشعر، أنا أشعر بكارثة أيها الإخوة، بكارثة قائمة، ليست كارثة مقبلة، كارثة قائمة وحقيقية. لذلك تحت تأثير ربما أتفه الأسباب يمكن أن تشتعل حرب أهلية، يمكن أن تبرز لك عشرات الجماعات التكفيرية والإرهابية والتفجيرية بأسباب فارغة، يمكن صناعة هذا الشيء بسهولة في عالمنا. عالم صار تقريبا أيها الإخوة يوشك أن يكون لا عقل له. لماذا؟ نمط التفكير غير علمي، غير عقلاني، غير نقدي، غير مستقل أيها الإخوة. لماذا؟ لأنها شعوب في المجمل وفي العموم مؤدلجة، أيديولوجيات معينة تغتالها ويراد لها أن تبقى كذلك. ماكس هوركهايمر فيلسوف الألماني الشهير كتب في كتابه كسوف العقل، قال كل عقل مؤدلج اغتاله وحش الأيديولوجيا يفقد استقلاله ويفقد قدرته على الشغل على العمل، ولا يبقى منه إلا الوظائف الإجرائية التي تسمح بالسيطرة على الطبيعة وعلى المجتمع فقط. يبقى منه محض عقل إجرائي يسمح باستمرار أيها الإخوة عملية التحكم في الشعب وعلى مستوى الطبيعة. حتى التحكم في الطبيعة لا بأس، لكنه ليس عقلا إنسانيا. لذلك أقول لكم إخواني وأخواتي، أقول لكم كل من يخاطبك بلا عقلانية يهين إنسانيتك. كنا نقول دائما يهين ذكائي، الذي يخاطبني بلا عقلانية يهين ذكائي. وما معنى أنه يهين ذكائي؟ يهين إنسانيتي، لأنني في نهاية المطاف كائن مفكر. الإنسان ما هو؟ أرسطو يقول حيوان ناطق، ترجمة خاطئة طبعا، كلمة ناطق خاطئة، هو يريد مفكر، العرب ترجموها ناطق. ثم ذهبوا يقولون النطق هو إيه؟ تكوين المعقولات. إيه؟ إذن قل مفكر يا أخي، عاقل، كائن عاقل يعقل، لا تقول ناطق. ها، فالإنسان كائن بدل أن نقول حيوان، ها مفكر عاقل. فالذي يخاطبني خارج قوانين الفكر، خارج مبادئ العقلانية، يهين ماذا؟ يهين إنسانيتي، لأنني لست إنسانا ولم أكن ولا أصير ولا أصبح إنسانا إلا بالعقل. إذا خاطبتني خارج العقل كأنني بلا عقل فقد أهنت إنسانيتي، كأنني قطعة من رخام أو قطعة من خشب مسوس حتى. هذا ما يحدث،